أهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ. أنا في إلي حجز عندكم هون بالأوتيل. طيب رح شيك فوراً الاسم. بالله اسمعي يا أنسي، أنا هلأ رح أقول لك اسمي، بس ما بدي إياك تصرخي وتلمي الناس، يعني ما بدي يركضوا وراي وغيره. أنا جانتي كين. جانتي كين؟ والله جد؟ شو ما عرفتيني؟ معقولة ما أعرفك؟ عرفتك جان الممثل المشهور. مو أنت اللي تركت وحدة مثل الوردة ومشيت؟ شو قلتي؟ تفضل. برأيي فتون خانم عم تغلط هلأ، بس ما دخلني. شو بدي فيكم؟ نحن البنات هيك منعمل دائما، ما منشغل هاد بنوب. عفواً منك يا أنسي، بس فتون شو دخلها؟ شو قصدك؟ ولا شي، ما في شي، يعني مو شغلتي احكي. لا تجرح على البنت بعد هلأ. يا الله دخيلك، مو ناقصني غير شقفة موظفة تتدخل بحياتي. لساتها بتحبه بعد كل شي عملو فيها وبعتت ورا. كان لازم كون مكانك لأمسح فيه الأرض وبهدله. أخ.